اهلا بيكو. النهارده هنعمل مقرمشات ملحين باربع نكهات مختلفه بعجينه واحده. هيطلعوا لنا الاربع نكهات دي، طريقتهم سهله جدا ما بتاخدش وقت، وسناك او مقرمشات تجانا قدام التلفزيون وصحيين. اتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكو. لو اول مره بتشوفوا قناتي اتمنى تشتركوا، وعجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك. ويلا نعمل المقرمشات او الفقيقسات الملحين بتوعنا. اول حاجة هنحتاج 75 جرام من الزبدة بحرارة المطبخ، تبقى بحرارة المطبخ متكونش في التلاجة، زائد 3 من اللافاش كري، ممكن نستخدم كري اللي موجود عندكم. لازم نخلطهم كويس لغاية ما الزبدة واللافاش كري يندمجوا مع بعض. كده هنحتاج 50 ملي من الحليب، زائد 50 ملي من الزيت النباتي، زائد 100 ملي من المية، ومعلقة كبيرة من المستردة، ومعلقة صغيرة من الهريسة. هيخليكم ما بتبقاش متشططة علشان كمية الهريسة مش كبيرة، زائد معلقة ملح طبعا على حسب الطعم. بنخلطهم كويس جدا، وبعد كده بنزود عليهم 600 جرام او الكمية الكافية لتجمع المقرمشات او الفقيقسات بتاعتنا من الدقيق. طبعا بقول الدقيق على حسب النوع بتاع الدقيق، في اللي بيتشرب السوائل وفي اللي بياخد كميه اكبر. بعد كده هنعملهم 3 بولات او 4 بولات على حسب ما احنا عايزين نضيف النكهات اللي احنا عايزينها. هاخد اول بوله بتاعتي، هفتح العجينه بتاعتي، احط عليها شويه زعتر وباقي الشطه اللي بيحب الحاجات الحراقه، هعجنهم كويس جدا. وبعد كده هزود عليهم شويه زيتون. هي طبعا الاضافات بتبقى على حسب ذوق كل واحد او حسب هو بيحب ايه، فانا بحب الشطه مع الزيتون فبتدي طعم حلو. هخلطهم كويس جدا وهعجنهم، بعد كده احطهم في كيس واحطهم في جنب. هاخد العجين التاني هزود عليها معلقه كبيره من الكركم، زائد معلقه كبيره من بهارات الفراخ. صدقوني طعمها بيبقى رائع، جربوها وبجد هتعجبكم. كل ما تزودوا النكهات اللي احنا بنزودها بنهاجنها وبنخلطها كويس، برده بنحطها في كيس ونحطها على جنب. اخر بولة بتاعتي هاخدها وهزود عليها جبنة مبشورة. زودت خلطت ما بين الشيدر والرومي، انتوا طبعا ممكن تختاروا نوع الجبن اللي انتوا تحبوه تضيفوه لي، او ممكن تسيبوا اخر بولة اللي هي الطعم الاساسي بتاع العجين، برضو بتبقى طعمها حلو. هنخلط كله وهنحطه في التلاجة مدة ساعة، وبعد كده نطلعهم ونفردهم بالطريقة دي. دي اللي هي بتاعت الجبنة اخر واحدة. هتعملوها بالاشكال اللي انتوا تحبوها، يعني انا حاولت اعملها بالشكل ده يعني كافكار للاشكال اللي انتوا تحبوها. تعملوها مثلثات، تاخدوا راس المثلث وتعملوها زي كده ملفها، وبعد كده بتخشوا لفوق. هناخد بتاعت الكركم والبهارات الفراخ، برضو صدقوني طعمها كان يجنن، عملتها بالشكل ده. وبعد كده بضغطها من النص، اديني كده على شكل بابيون، فراشة كده صغيرة، برضو بيبقى شكلها جميل وطعمها يجنن. بكون مسخنه الفرن على درجه حراره 200، بحط ورق الزبده وبدخلها للفرن. بالنسبه للعجينه دي خليط ما بين عجينه الجبنه والفراخ بالكركم، كانت شويه من الجناب خدتهم وعملتهم بالشكل ده. صدقوني كانت اول مره اجربها، طلع طعمهم يجنن وخلصوا في اول يوم. عملتهم تقريبا على شكل بقسماط كده روليه شويه. كل حاجه ممكن تستفيدوا بيها. فاضل لي شويه من الجناب، وقلت ليه ما اجربش اخلطهم مع بعض، الجبنه مع البهارات بتاعه الفراخ مع الكركم،
ادى الطعم الجنجبيل، حتى هما فيهم اللونين. عجينة الهريسة بالزيتون خليتها تخينة، ما فردتهاش قوي عشان عايزاها مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين، يعني فردتها يدوبك شوية، فضلت تخينة، وهقطعها بالشكل ده وهدخلها الفرن. الاشكال اللي انتوا عايزينهم عشوائيين، طوال، مربعين، يعني هي افكار، وانتوا طبعا تتفننوا وتعملوا اللي انتوا عايزينه. وده شكل النهائي بتاعنا. بالنسبه للفراشات حطيت شويه الحبه السوداء، او ممكن اللي عنده زهره الخشخاش ممكن يحطها، يعني كنوع من انواع ان انا اديها شكل وطعم كمان احلى. وهذه المقرمشات بتاعتنا صحيه وجميله وطعمها يجنن وسهله. اتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وحلقه جديده. ومع السلامه، باي باي.